السلام عليكم، معاكم اخوكم سيد علي. ان شاء الله النهارده هنحاول، بس في ناس كتير بتسأل على الادوات او الحاجات اللي هم عايزين يعملوا بيها مشروع خياطه بسيط، او حد عايز يعمل مشروع خياطه. طبعا مشروع الخياطه اهم حاجه مكنه الخياطه، ودي اهم حاجه. وفي نوعين، في الصيني اللي هو في السوق وكلهم شبه بعض، هو اختلاف اسامي بس، جوكي لوك، جوكي جيمس كده، فهو اختلاف اسامي. وطبعا السرفلة، مكنة السرفلة او بيسموها الاوفر، اربع حاجات. في مكنة السرفلة اللي هي الهندي، ودي مكنة صغيرة متعمل لها حوالي 400-500 جنيه، وللعلم في ترزية كتير اوي شغالين بيها، بس عيوبها مقرفة شوية في الصيانة بتاعتها، لما بتعطل الله يجرنا منها يعني. ماشي، خاصة ان المكنة دي انا بدأت بيها وكنت مشتريها زمان ب 170 جنيه، وبعتها ب 170 جنيه يعني. واشتغلت بيها لما كنت بفصل في البيت وكده، وبعد ما فتحت محل قعدت معايا لحد ما اتجوزت، وبعد كده اشتريت مكنه صيني استعمال. هنا بقى نبدا للمكن الاوفر الصيني اللي هو الصناعي الكبير. انا اشتريت مكنه الاوفر الاولانيه، اشتريت مكنه، ممكن الواحد يشتري مكنه صيني لو هو مشروع على قد، ممكن يشتري مكنه صيني استعمال ب 800-900 جنيه، ممكن توصل 1000-1200، اما الجديده بتوصل ل 1700-1800. وطبعا السعر يزيد او يقل بعد تاريخ الفيديو دوت، لان ممكن اللي يشوف الفيديو بعد كده يبقى عارف سعره مختلف يعني. الاوفر بتبقى اربع اشياء، قلت لكم اللي هي الاوفر الصغيره اللي هي مكنه السرفله الصغيره اللي هي ليها موتور صغير، ديت بيسموها مكنه السرفله الهندي، ودي بتبقى معموله للسرفله بس. وبعد كده في الاوفر الصناعي، زي ما قلت لكم اشتريت واحده بعد كده، ثلاث انواع. في سرفله ثلاثه فتله، واحده اربعه فتله، واحدة خمسة فتلة. السرفلة تلات أنواع، واحدة تلاتة فتلة، أربعة فتلة، خمسة فتلة، وهنشرح الفرق بين التلاتة. الخمسة فتلة بتخيط وتسرفل جنب الخياطة. الخمسة فتلة بتعمل غرزة من فوق ومن تحت، سلسلة، غرزة سلسلة، وجنب منها بحوالي 4 أو 5 ملي تبدأ اللي هي السرفلة، فيبقى كلهم في عرض كام؟ في عرض حوالي 10 ملي، يبقى خياطة وبعد كده سرفلة. دي مكنة السرفلة الخمسة فتلة. مكنة السرفلة الأربعة فتلة، خلينا في الخمسة فتلة الأول. الخمسة فتلة دي تستخدم إنها بتقفل جنب، بتقفل تركيب كم في عباية، مش عارف إيه، في تركيب جاكيت ترينج، تقفيل جناب، تركيب قصة، فبيستفيد منها الخمسة فتلة دي إنك بتخيط وتسرفل في وقت واحد يعني. بس لو في التفصيل ملهاش لازمة، لكن لو في الجاهز فهي مهمة جدا يعني. طيب بالنسبة للمكنة الأوفر أربعة فتلة، أربعة فتلة تختلف عن خمسة فتلة، هي برضو بتخيط وتسرفل، بس الأربعة فتلة بتخيط جوه السرفلة، يعني أنت بتسرفل وتلاقي جوه السرفلة في حاجة عاملة زي الغرز كده، خياطة ديت الأربعة فتلة، يبقى الأربعة فتلة بتخيط جوه السرفلة. وليها حاجة جميلة أوي الأربعة فتلة، لو أنت شلت يعني ليها إبرتين بيبقوا جنب بعض على طول، إبرة السرفلة وإبرة في النص بين السرفلة بتخيط في وسط السرفلة، فلو شلت إبرة السرفله وسبت الابره اللي بتخيط، هتعمل لك حاجه اسمها اوفر ناعم، يعني سرفله ناعمه اللي بتعمل بيها الخمار والطرح والحاجات دي، ودي بتبقى سرفله اللي هي رفيعه خالص، خاصه لو صغرت الغرزه بتاعت الاوفر، فبتبقى مكنه الاوفر الاربعه فتله، لو شلت الابره اللي على الشمال وسبت الابره اللي على اليمين بتعمل لي حاجه اسمها اوفر ناعم او اوفر رفيع. مفيش حاجه في المكن السرفله اسمها اوفر بارم، هبقى اشرح لكم الاوفر بارم دي سرفله بارم، لكن ان شاء الله نشرحها المره الجايه. ثالث حاجه اللي هي المكنه السرفله اللي هي الثلاثه غرزه، اللي هي الثلاثه فتله، دي للسرفله بس، يبقى السرفله الثلاثه فتله، السرفله الاوفر ثلاثه فتله بتسرفل بس، اوفر ثلاثه فتله بتسرفل بس، اربعه فتله بتسرفل وتخيط جوه السرفله، وبيستخدموها في التيشيرتات وفي اللانجير وفي الهدوم البيتي وفي الحاجات دي كلها. فاللي هتبدا مشروع وهتجيب مكنه اوفر، الاحسن تكون اربعه فتله، لانها هتعمل بيها سرفله ناعم، وهتعمل بيها سرفله لو هتعمل عبايات بيتي او هتعمل حاجه، وفي نفس الوقت بتنفع سرفله. وبعد كده اوفر خمسه فتله، دي بتخيط وتسرفل، يبقى الثلاثه فتله بتسرفل بس، الاربعه بتخيط جوه السرفله، الخمسه بتخيط لوحدها والسرفله لوحدها. ده بالنسبه للسرفله. اما اللي يحب يعمل على المكنه الاوفر الثلاثه فتله سرفله ناعمه، بيغير الوش، وكان شرحها استاذ لينا قبل كده ان هو بيتغير، فبيعمل حاجه اسمها سرفله ناعمه.
مش سرفله بره، لان السؤال ده كان جاي لي انا، فانا كنت ايه عايز اجاوبه برضه عشان ايه يبقى بتشرح صح. بيتعمل حاجه اسمها اوفر نايم، بيتغير لها الوش. اما السرفله البرن بتتعمل بحاجه اسمها دواسه برن مع ده مكنه زجزاج. في مكنه زي مكنه الخياطه بتاعتنا كده اسمها مكنه زجزاج، بتعمل شمال ويمين زجزاج كده زي المكنه البيض البيضه البرازر بتاعت زمان اللي هي السنجر والبرازر بتاعت زمان، بتعمل غرزه يمين وشمال مع البرن، فبتعمل حاجه اسمها سرفله برن. اما الاوفر الثلاثه والاربعه والفتله بتعمل سرفله عاديه يا اما سرفله ناعمه. ده بالنسبه لمكنه الخياطه. زي ما قلنا لكم ان مكنه الابره واحده بتشتغل، مكنه الخياطه العاديه بتشتغل ابره واحده، دي بتشتغل لايه؟ للخياطه بس. والصيني كلهم انواع واحد، ولو اشتريت ياباني هيرجب لك كروشيه صيني برضه هديكي نفس الفكره بتاعت الياباني بتاعت الصيني، هديكي نفس الفكره. فانا افضل اللي يشتري مكنه وابدا بيها يشتري مكنه الصيني جديده وخلاص. عندنا حاجه اسمها الدواسات، ودي دواسه ما بتتحركش، ودي اسمها دواسه كشكشه ما بتتحركش وبتركب، دي هي اللي مسؤوله عن عمل الكشكشه. ودي دواسه فرده واحده بتتركب بيها السوسته السحري، وفي دواسه فردتين بس بتبقى رفيعه زي كده بتركب بيها السوسته العاديه. في دواسه بلاستيك زي كده، ده للمكنه اللي بتشتغل في الجلد وبتشتغل في القماش الناعم اللي هو زي كده، اللي هو بيمط زي كده. كانوا يقولوا لكم زمان حطوا ورق جرايد ومش عارف ايه عشان تمشي فيه، لا الدواسه البلاستيك دي بتعمل عمل ورق الجرايد فما تخليش الغرزه تنط فيها. ايه تاني؟ ده بالنسبه للدواسات، وفي دواسات تانية تحت بس انا ما جبتهاش كلها يعني. بالنسبه للمقصات نبدا باصغر مقص، وده بيبقى اسمه مقص تشطيب، بيتحط الصباع اللي في النص ده كده فيه بيتمسك كده ويتقص بيه، يتحط الصباع التاني يتحط كده فيه ويتمسك ويتقص بيه، ده مقص تشطيب وناس كتير قوي عارفاه يعني. ده مقص 8، وفي الحريمي حلو قوي ان الستات بتبقى ترتاح فيه جدا مقص 8، وبيشتغلوا بيه الحريمي يقصوا بيه لو حاجه حلوه يعني، لو بيقصوا بيه حاجات فبيبقى سهل ان شاء الله. يفضل يكون المقص ايطالي. بعد كده في مقص اكبر منه اسمه مقص 10، بيكون اكبر من الـ8، وده بيبقى اكتر في محلات ترزيه الحريمي والرجالي كله بيشتغل بيه، يبقى اكبر من مقص 8. فده حلو قوي للايد الحريمي وده حلو قوي للايد الرجالي. في ناس بتشتغل بمقص زي دوت اسمه مقص 12، ماشي، ده اكبر منهم هم كلهم، ويفضل في حاجات اللي هي محتاجه خشنه وقويه يعني. طبعا ده مقص كهرباء. ده مقص كهرباء 10 بوصه بيستخدم في الشغل الصناعي، معرفش الكاميرا جايباه ولا لا. اما الادوات اللي هتحتاجوها، نحتاج ماركه عشان اقول لكم في ترزيه كتير قوي، تعرفين انتوا الصابون لما بتيجي تفضل برو تصابون ولا حاجه، في ترزيه قوي قوي بيسيبوها لحد ما تنشف البروه دي ويعملوها كانها ماركه بتبقى جميله. ففي حاجه اسمها ماركه ممكن تشتغلوا بيها، وفي تبشير طبي ممكن يشتغلوا بيه، وفي ناس بتشتغل بالصابون، فمش شرط يعني الماركه، لكن اللي عايز يشتغل بماركه يشتغل عشان محدش يعترض يعني. طبعا بتستخدموا مازوره ومسطره، وساعات بتكون مسطره طويله في حدود متر كمان، وطبعا الريجه عشان التكسيمات، ومثلث عشان الزاويه القايمه في الحاجات، وبتنفع في البلاطين وبتنفع في حاجات كتيره. ده عشان الابره بنزق بيه الابره الكستوبان. طبعا دي مازوره خاصه بيا انا بشتغل بيها، دي مازوره بتشتغل بالسنتي والبوصه، دي بشتغل فيها لما بكون بعمل بطرون، لكن مش ليها لازمه مع حد يعني، لكن انا جبتها كده. فدي تعتبر كل الادوات اللي بيحتاجها الخياط. دي من ناحيه. الناحيه الثانيه بقى، اللي عايز يعمل مشروع، اللي عايز يعمل مشروع لازم يعرف معلومه حلوه قوي. لما كنت انزل اشتري قماش من مصر كنت اكتشف ان فرق السعر اللي ممكن يضحك عليك اول مره التاجر يخليك تعمل الحته وتفصلها وتعملها وتكلفك مثلا مثال 10 جنيه. تمن قماش وتمن مصنعيه وتمن كل حاجه. تلاقي واحد بينزلها جمله ب 10 جنيه، ليه؟ لان هو اشترى فرق القماش من مصر اقل منك 30-40%، وال 30-40% دول حطهم في المصنعيه، فهو كلف القطعه تمن القماش اللي انت دافعه قماش بس. يعني اكل منك كل ده، فلما تيجي تحب تنافسه ما تعرفش. يبقى اول حاجه في مشروع الملابس لازم تجيب قماش من مكان كويس جدا وتسال عليه كويس جدا وتفاصل فيه كويس جدا
لان ده بيسبب لك خساره لو انت اي واحد بتاعهماش ضحك عليك. دي اول اهم حاجه يعني. تاني حاجه ما تحاولش انك تجيب مكن كتير يعني. ممكن لو عايز تعمل مشروع عبايات او مشروع بلاطين او حاجه زي كده ممكن اوفر 5 فتله، مكنتين خياطه ومكنه اوفر، مقص كهرباء، يعني تحاول انك تلمها. ولما تشتغل زود مكن ووسع المكان، ما تحاولش انك تخلي رجلك تغرز قوي. انا بتكلم الكلام ده للناس الناس البسيطه اللي عايزه تبدا تعمل مشروع. هم حاولوا يسالوني اكتر من واحد وانا حاولت ان انا اجاوبهم في فيديو زي ده. فما تخليش رجلك تغرز قوي وانت بتحاول انك انت تعمل ايه المشروع وتقنى. واهم حاجه في المشروع، اهم حاجه تعرف انت مين اللي هياخد منك المنتج بتاعك وايه المنتج اللي هتعمله. ده من ناحيه. في ناس كتيره برضو سالت عن موضوع الباترون بيكبر ازاي. لازم تعرفه ان انت بتعمل الباترون وبتكبره 1 سنتي من الجنبين، نص سنتي من الجنب، فبيديك 1 سنتي من الجنبين. يعني بتكبره من هنا نص وبتكبره من هنا نص، يديك المقاس اللي بعده 1 سنتي في 4 اجزاء من الباترون يديك كام؟ 4 سنتي. وانا كنت شرحت التكبير قبل كده وشرحت ازاي بيكبر الباترون، وياريت الناس اللي عايزة تعرف ازاي تكبر الباترون ترجع المجرة. فانت بتعمل الباترون واحد وبتشتغل عليه، فالتكبير دوت سهل يعني، مفيش فيه مشكلة. اما بالنسبة للعبايات وايه مقاساتها وكده، فهي بتشتغل العبايات بتشتغل بحاجة اسمها الميديوم واللارج والاكس لارج لحد 4 اكس. ماشي. الميديوم واللارج ده بيديك حاجة زي ايه، مقاس زي ما يقول مقاسين مع بعض يعني، فاهم ان هو بيلغي البنس من العباية وبيلغي الحاجة دي. ان شاء الله نبقى نسيب لها فترة ونشرحها، اللي هي المقاسات الاكس لارج والاتنين اكس كده. ان شاء الله نبقى احنا لمينا الحاجات اللي المفروض تتجاب في محل الخياطة والحاجات اللي المفروض تتجاب. طبعا اهم حاجة البنك يعني، مكان تقص عليه، والمكوى البخار برضو مهمة جدا يعني. في شوية حاجات كده اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان انا اكون قربتها واكون فهمت الفرق بينها وبين بعضها قد ايه. والمكن الصيني يعني اللي شغال في السوق مش وحش، وناس كتير شغاله بيه فاتحه بيوت. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان تكونوا استفدتوا. المعلومه بقى الاخيره دي ليا تخصني انا، انا اسمي سيد مش سيد علي. في ناس فاكره كلمه سيد علي يعني لقب بتاعي، يعني كلمه سيد يعني اذا كان بتقول لك ايه السيد احمد السيد ابراهيم كده، لا انا اسمي سيد وعلي ديت اسم والدي يعني مش لقب، وده مش كبر يعني. فانا ده مش كبري، مش بحطها عشان كبري، لا انا اسمي سيد ووالدي اسمه علي، بس دي المعلومه للعلم يعني. السلام عليكم.